خلال اليومين الثلاثة اللي احنا كنا مع بعض تكلمنا في البداية على المبادرة، بدنا نختمها بالمبادرة. المبادرة زي ما اتفقنا من أول يوم مش شرط تكون عارف كل إشي على إيش ناوي تسويه أو عندك كل الأجوبة، لكن بدك تحاول تستفسر وتعرف أقدر ما تقدر من قبل ما تبدأ الشغل. الهدف من الدورة هاي مش إن أخوفك أو أشجعك، بس الهدف إنه تكون واقعي على شركتك. طبعا انا في بعضكم قال تشجعت وانا متحمس وحسبتها وان شاء الله كل شيء خير. الهدف انه نحاول احنا نقلل لك من الغلطات اللي انت ممكن تعملها عن طريق تعليمك او تعرفتك او توضيح الرؤيه لك من اغلاط مبادرين قبلك سبقوك فيها. اضمن لك شيء واحد زي ما اتفقنا من اول يوم، انه راح تعمل اغلاط انت شخصيا برضه، انت راح تغلط بنفس الاغلاط، لكن الهدف انه نقلل عدد الاغلاط ونقلل نسبة الخسارة في البداية. كل ما قللنا منها كل ما probability أو نسبة نجاحك كبرت. فكون واقعي وما تخاف، وعندك هلا شبكة من المبادرين زيك إن شاء الله تستفيدوا من بعض، وأتمنى لكم كل التوفيق. شكراً.